يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض العامة إذا أنكرت عليه، بعض العامة ولا سيما كبار السن، إذا أنكرت عليه بعض الألفاظ الشركية يقول أنا نيتي حسنة ولا أقصد المعنى الشركي، فهل هذا مبرر لقوله؟ لا، لا يجوز الكلام، لا يجوز النطق بالكلام الشرك أو الكفر ويقول أنا نيتي طيبة، ما يجوز هذا، على أنه يقبل الحق ويترك هذا الكلام ويقول جزاك الله خيرا. نعم.